بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت بس اشرح الحل في النهايه خالص عامل ازاي. طبعا هو طبعا في البدايه خالص في زي انتراكتيف مع اليوزر، بيطلب كل مره من اليوزر ان هو يدخل اسم ملف، لازم يكون الاسم ايه سليم. تمام، لو دخل الاسم غلط يبدا يطلب منه يساله تاني لحد ما يدخل ايه اسم الملف اللي هو students.csv. طيب في امكانيه برضه ان يعمل كويت او اكزيت من الايه من البرنامج. طيب تعال نبص على الكود على السريع. هو الكود طبعا هو طالبه في صورة مديولر، يعني نظام ديفينيشن او فانكشن، مجموعة من الفانكشن. تمام، طبعا ده الوايل ترو، ده المين لوب، هتلاقي في مجموعة من الفانكشن. يعني كل فانكشن بتقدم له وظيفة معينة، اللي بيقرأ ملف السي اس بي، اللي بيبدأ يحسب الحساب بتاعة البرسنتج، اللي بيحسب التوتال، واللي بعد كده بيبدأ يكتب يعمل رايت في السي اس بي فايل. كل الحاجات دي، كل فانكشن لها دور معين وبتعمل وظيفة ايه معينة. الفانكشن مثلا بتعمل جريد A و B و C و F، تمام وهكذا. طيب هنشغل الكود ازاي؟ طبعا هنفتح اي برنامج تيرمينال زي جيت مثلا او زي سي ام دي في الويندوز. خلاص نبدأ نكتب بايثون، نحط اسم الملف، اسم الفايل، اسم الفايل. طبعا في البداية خلاص عايز اوريك حاجة هنا. طبعا ده اسم ده الملف اللي انا شغال عليه، وده ده الداتا سيت بتاعتي او السي اس بي فايل انا هاخد منه الداتا. كمان شويه طبعا بعد لما يشتغل الكود هيعمل كرييتنج هنا ايه السي اس بي فايل فيه الجريد بتاع الستودنت زي ما هو طالب. طبعا انا هكتب اسم الكود ده او السكريبت عشان يبدا ايه يشتغل يشتغل معايا. هكتب هنا بايثون، هكتب هنا ستودنت جريد كود. تمام، ده اول حاجه يبدا بقى يسالني، يقول لي انتر ذا نيم اوف ذا فايل. طبعا لو دخلت اي اسم مثلا طبعا هيقول لي لا غلط، كودنت اوبن ذا فايل، بليز انتر انذر. دخل اسم الملف لحد ما ندخل ايه طبعا اي واحد تاني لحد ما ندخل اسم الملف. طب لو انا عايز اعمل اكزيت او كده ممكن اعمل اكزيت اطلع بره خالص. طيب تعال نفتح البرنامج تاني. طبعا ندخل اسم الملف، اسمه تقريبا ستودنتس دوت سي اس في. كده اللي reading data and outputting to student grade. طبعا كده خلاص كده هو تمت عملية الكتاء الجريد أو التصنيف بتاع الجريد، اتعمل واتحط في ملف اسمه student grade csv file. ده ما كانش موجود في الفولدر، هنلاحظ هنا إن هو بقى موجود فين في الفولدر. لو فتحته كده ظاهر معايا ده الملف. طبعا ده الاسم، ده السكور الاول الثاني، الاساينمنت سكور، البرسنتج بتاع الاكزام الاول، الاساينمنت برسنتج، التوتال 30%، 100%، وبعدين الجريد في الاخر. فده الفاينل ايه الفاينل ريزلت.